موضوع اليوم مشاهدينا نخصصه للشأن السوري والأزمة السورية والتطورات المتلاحقة، تطورات الأحداث سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد الميداني. وللمزيد حول الشأن السوري ينضم إلينا مباشرة من باريس السيد عبد الرحمن المكاوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. سيد عبد الرحمن صباح الخير. أهلا وسهلا وتحياتي لمشاهدي ميدي آن تيفي. أهلا بك. يعني هل يمكن لهذه الهدنة أن يعني في حال طبعا أن تم احترامها هل يمكن لها أن تساهم في الاستئناف يعني في دفع مفاوضات السلام إلى الأمام وإطلاق عملية الانتقال السياسي برأيك؟ يعني اعتقادي أن هذه الهدنة التي أعلن عنها من طرف الأمريكيين والروس معا لا يمكن أن تصمد في مسرح العمليات، فالنظام السوري لا زال يؤكد على أنه سوف يستمر في عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية. نعم. وكذلك أن التنظيمات والميليشيات التابعة له كميليشيا حزب الله وميليشيا فضل الله العباس الإيرانية وكذلك ميليشيات عراقية وأفغانية التي تقاتل إلى جانب بشار الأسد لم تعلن موقفها من وقف إطلاق النار وما يسمى بوقف للعدائيات في مسرح العمليات، كما أن داعش وكذلك جبهة النصرة التابعة للقاعدة وجماعة خراسان أكدوا على أنهم لا يعترفون بهذه الهدنة وأنهم سوف يستمرون في قتال نظام بشار الأسد. فأنا متشائم على نجاح وقف العدائيات ووقف إطلاق النار في سوريا، وأعتقد أن وقف هذا الاتفاق الأمريكي الروسي جاء لتخفيف من حدة التوتر الحاصل ما بين تركيا وروسيا الذي كانت تنبئ بنزاع مسلح بين القطبين الكبيرين في المنطقة وهما روسيا وتركيا. طيب يعني القوات الحكومية السورية تقول سي عبد الرحمن تقول أنها ستواصل مواجهة التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا، برأيك ما السبيل للتخلص من هذه التنظيمات والمجموعات المسلحة الإرهابية في سوريا؟ أولا هذه التنظيمات هي التي تسيطر على ميدان المعركة في سوريا، فتنظيم جبهة النصرة التابع للقاعدة يسيطر على الكثير من المدن والأماكن في سوريا، وكذلك داعش تسيطر على تدمر وعلى دير الزور وعلى مناطق واسعة من الصحراء السورية وخاصة آبار النفط وكذلك بعض السدود، وبالتالي فالتشاؤم يكمن في هذا أن التنظيمات القوية لم تعترف بوقف إطلاق النار، وكذلك أن النظام السوري أكد مع التنظيمات التابعة له أنهم سوف يستمرون في مقاتلة هذه التنظيمات. الأمر يهم باعتقادي الجيش السوري الحر الذي لم يعد يسيطر على الكثير من المواقع، وأعتقد أن هناك اتفاق سوري أمريكي بدعم من دول أوروبية على عدم ضرب الجيش السوري الحر لكونه سوف يلعب دورا ما في المعادلة السورية وفي الانتقال السياسي بهذا البلد، وخاصة أن الرئيس بشار الأسد قد أعلن على تنظيم انتخابات برلمانية في أبريل المقبل، وقد يلعب فيها الجيش السوري الحر دورا مهما في هذا الانتقال السياسي. نعم. طيب باستثناء الاتفاق الأمريكي الروسي سي عبد الرحمن، ما هي المقومات الأخرى التي يمكن أن تضمن احترام واستمرارية هذه الهدنة؟ أولا ما دام الصراع الإيراني السعودي قائما وما زال طبول الحرب تقرع في المنطقة، فكما هو معلوم فإن المملكة العربية السعودية تقوم بمناورات كبيرة وضخمة في
في صحراء الباطن شمال السعودية تحضيرا وتسخينا للدخول بريا إلى سوريا. حسب السعوديين فإن مناورات شارع الشمال سوف تقوم باجتثاث داعش وجبهة النصرة، ولكن هذا الأمر زاد كذلك من استفزاز جارتها إيران التي تنظر إلى هذه المناورات بأنها إعلان حرب على الشيعة في المنطقة. وبالتالي فطالما أن السعوديين والإيرانيين لم يجدوا أرضية تفاوضية متوافق عليها بينهما فإن الأمر سوف يستمر على حاله. طيب. وأن الحرب لن تتوقف ما دامت داعش وجبهة النصرة وكذلك التنظيمات الموالية للنظام بشار الأسد لا تعترف بوقف العدائيات. يعني برأيكم هذه تصفية الحسابات بين القوى الإقليمية لماذا يعني يجب أن تكون على حساب سوريا وعلى حساب الشعب السوري سي عبد الرحمن؟ يعني لماذا لا تقوم القوى العالمية الكبرى بدورها للضغط على هذه القوى الإقليمية لكي تساعد في إيجاد حل الأزمة السورية؟ أولا العلاقات الدولية ليست مبنية على العواطف يا أخي. ليس على العواطف طبعا، ليس على العواطف، فهي مصالح لكل بلد أجندته في المنطقة وأهدافه وكذلك بنك أهدافه. فإيران أرادت أن تتوسع في العراق وفي سوريا وفي لبنان وكذلك في اليمن، و السعوديين يرون في هذا التوسع تهديدا لأمنهم القومي، وبالتالي فهذا الصراع سوف يدوم ما دامت هذه الأجندات المتناقضة بين إيران والمملكة العربية السعودية وحلفائها في المنطقة وكذلك في شمال إفريقيا. فالولايات المتحدة أعتقد أنها استقالت من المنطقة في عهد أوباما، وأن الرئيس الأمريكي لا يحب أن ينخرط في أي مشروع لا سياسي ولا عسكري في المنطقة نظرا للتجارب الأمريكية السابقة في العراق وأفغانستان. وبالتالي فالمنطقة مقبلة على المجهول، وخاصة إذا زاد التوتر بين روسيا وتركيا، ونرى أن السعودية نقلت 100 طائرة من نوع F-13 إلى قواعد عسكرية قريبة من سوريا في تركيا، وبالتالي فالأمر مقبل على المجهول طالما أن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة وأوروبا ترى في أن الانتقال السياسي في سوريا هو أمر غير ممكن طالما أن هناك تناقضات أساسية. نعم، يعني تكلمتم عن تركيا وروسيا، يعني هذا التوتر القائم حاليا ما بين أنقرة وموسكو هل يمكن أن يلقي بظلاله أو أن يؤثر سلبا على استئناف محادثات السلام السورية برأيك؟ نعم، السيد الطيب أردوغان له أجندته، حتى هو الآخر يحاول إحياء الخليفة أو الخلافة العثمانية، وأنه مهدد بالانفصال من طرف البيكاكا الكردي وكذلك تنظيم الشعوب الكردية. وبالتالي تركيا ترى نفسها مستهدفة من طرف روسيا التي أعلنت اعترافها رسميا بجماعة الشعوب الكردية وكذلك حزب العمال التركي، وفتحت كذلك تمثيليات لها بموسكو، وهذا إعلان حرب على تركيا. ولهذا فالأمر غير سهل وهو معقد بالنسبة للتركيين الذين لهم أجندة كبيرة في المنطقة، وخاصة أنهم لا يحبون أن يروا إنشاء دويلات كردية إلى جانب دولتهم وعلى حسابهم. وبالتالي فالأمر معقد جدا، وأن التوتر بين بوتين وطيب أردوغان سوف يصل إلى حرب قد تكون مسيطر عليها، ولكن قد تشعل النار في المنطقة بأكملها. يعني المعطيات والإشارات الراهنة تنذر ربما بمعطيات ميدانية أكثر منها دبلوماسية أستاذ.
نعم، لأن الرئيس بوتين أعلن أنه لن ينسى إسقاط الأتراك للطائرة النفاثة الروسية ومقتل ربابنتها، وبالتالي فهناك ضغينة وحقد وانتقام روسي معلن رسميا على أن تركيا سوف تؤدي الثمن، والثمن سوف يكون باهظا. طيب يعني ماذا عن المواقف الإقليمية الأخرى التي كذلك تلعب دورا في هذا الصراع الدائر داخل سوريا؟ والحديث هنا عن تركيا، إيران، السعودية، يعني كيف يمكن أن تساهم في حلحلة هذه الأمور؟ أولا ينبغي أن أشير إلى إنشاء التحالف الإسلامي الجديد بقيادة السعودية، والذي قد يضم أكثر من 300,000 جندي وبعتاد حربي كبير لم تشهده المنطقة. هذا التسخين العسكري في مسرح العمليات قد ينبئ بصراع على مسرح العمليات في سوريا وفي العراق، وقد تتدخل تركيا طبقا للنظرية العسكرية المسمات بالكماشة لاتوناي للانقضاض على أولا على داعش وعلى النصرة، وكذلك على التنظيمات الكردية وتقليص نفوذ الجيش السوري. وبالتالي فالسعودية أو المملكة العربية السعودية سوف تحاول الآن بعد انتصارها أو النسبي على الحوثيين في اليمن ومحاصرتها لعاصمة صنعاء أن تنهي هذا. شكرا جزيلا. عذرا لضيق الوقت سيد عبد الرحمن المكاوي الخبير في شؤون الاستراتيجية والعسكرية، حدثنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.